الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام. كولول نفتي بكي تاتي. الأول خوف لا يصرف إلا لله، ومن صرف هذا الخوف لغير الله فهو مشرك شرك أكبر. ما أنا نوني أرنون كولول أن أنا هوري ما دعاك هولي لسفة أو نقول كولول لو كورا الله سبحانه وتعالى سهولي دون كورا الله سبحانه وتعالى هرأي ونين كفو رندي الله سبحانه وتعالى لأن هذا الخوف عبادة لله صابونا نقول كولول أنه كو دول ولن دي الله سبحانه وتعالى ونخاف من الله لنعظم الله ولا نعظم ولا نعظم أحد مع الله سبحانه وتعالى ما أنا هولي الله سبحانه وتعالى مودين الله سبحانه وتعالى إما نيرتا هولي نقول سفر دوار هولي رد الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يعلم ما في السرائر إلا الله سبحانه وتعالى ولهذا لا يمكن أن نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى هاي كوانو أي قد أنك وني إن درتر يمبين كونا الله سبحانه وتعالى كدوا نقول كل الله إن دواك نقول هولدك وانا الله سبحانه وتعالى الثاني من الخوف خوف طبيعي جائز لا يلام عليه الإنسان يخاف من اللصوص من قطع الطريق يخاف من النار يخاف من الأسد نوني إمو كل نقول كنون كون تاغنون كل تاغنون سيفا هولو قول دمي ولا كل كونان دي مور نون وفلتا كن هون دون نعم الثالث خوف وهو الخوف المؤدي إلى القنوط من رحمة الله يعني بعض الناس يقنط يذنب ولا يستغفر هذا خوف محرم أو يطيع المخلوق في معصية الخالق هذا القسم الثالث الخوف المحرم ما أنا نوتو نوني كل أن نهار ما كون دون كو هرمون قول وانا كون يشيل كون كو هرمون قول سيفا هون دون نت دون أو هولا تا وقول قوبي الله سبحانه وتعالى ها ولا هولا ها أو تجو يرمي الله سبحانه وتعالى نعم المهم عندنا هو الخوف الأول صرف لغير الله شرك أكبر نسأل العافية السلام والله أعلم ما أنا كون دون فور non ayi kulol din ko itati aranon ko honnon ko yettugol gol kulol suudi gol wadangol gol on goddo go ko na Allah subhanahu wa ta'ala